اهلا، انا شادن، رجعت لكم اليوم في فلوج جديد. فلوج اليوم بوريكم صراحه، اول شيء قبل ما نبدا الفلوج احسني مره متحمسه، بوريكم شيء مره حلو. دقيقه، يلا مستعدين؟ 1 2 3 تلاتا. واخيرا درع 100,000، الحمد لله استنيتها مره كثير. تخيلوا، مو طبيعي، من زمان داخلين 100,000 وتو يوصل، بس الحمد لله اتصل متاخرا، خيرا من ان لا تصل. صراحه يعني شكرا لكم، يعني لولا الله ثم اجتهادي ودعمكم لي ما كان قدرنا نجيب هذا الدرع. احس انه عرفتم كثر ما استنيتها، خلاص راح الفرح اللي فيني، كنت مره مبسوطه فيه. بس الحين عاد ترى من زمان واصلني صراحه، بس اني ما فتحته، كل يوم اقول بصور فلوج اصور الدرع وانسى. فصار له تقريبا 3 أسابيع وصلني، وهو المفروض اني انا ما اخذتها من فوق الشهر، بس يلا الحمد لله مش اني مبسوطه. معليش، برزه بكل مكان، ترى اذا قلتكم مو بوس كذاب والله اني طايره من الفرحه. المهم اليوم وش عندنا؟ اليوم عندي كم مشوار ابى اخلصه، فلازم اطلع الحين اخلص المشوار. الساعه الحين توقع 5، بعدها بشوف صحباتي، بقابلهم مكان نتقهوى، بعدين ممكن نرجع البيت نشوف فيلم ولا نسوي اي شيء. الفلوج هذا جالس يتصور يوم الجمعة، فما أدري صراحة متى أنزله لكم. يلا باخذكم الحين نطلع. اشتريت مايك عشان تسمعوني زين، بس مع الأسف طلع يبي له شحن. أنا شحنته أول بس ما استخدمته ولا مرة، تركته كم يوم وما أدري شلون خلص الشحن حقه، معني ما استخدمته. فنص الفلوج بيكون بدون مايك، بعدين إن شاء الله بس تشحن برجع ألبسها. بوريكم عبايتي، اشتهيت ألبس أسود اليوم صراحة، مع إن الدنيا حار، بس إذا أنا بغيت ألبس أسود ما يهمني لا جو ولا هم يحزنون. فيلا نطلع، let's go. حط الدرع هنا، الدرع اليوم لازم يروح معي كل المشاوير. فبحط له الحزام عشان ما يتحرك لا سمح الله كذا بالطريق ويتأذى، أسمع عليه، لأن تعرفون إذا أتكلم ما أقدر أسمع. طب سمعته شو حطه؟ حاطه شنطتي بالارض، اهم شيء الدرع. حطينا الدرع، لبست حزامه، والحين وش فيني قاعده اتكلم كذا بالبطيء؟ الحين انا بلبس حزامي. اول شيء بروح اشتري كم غرض، اشياء ناقصتني، ما ادري ايش الفوكس كذا. بعدين ساكم الحين، او حلو يمديني. بعدين احس اني مش ساهيه ماتشا، شكلي باخذ ماتشا، واذا طول صديقاتي باخذ شوط اول لي بعدين شوط يعني معاهم. قلت يطولون ايش ناخذ شوطين. اليوم بصراحة ما كنت ناوي اني اصور فلوج، بس قلت بما اني مروقة، او يعني ما عندي شيء اتصور عرفتوا، بس قلت بما اني مروقة باخذكم يوم معاي لانكم تحبون هالنوع من المقاطع. الصدق اول ما صحيت من النوم رفعت راسي فوق الرف ولقيت وش اسمه الدرع، قلت اوف الدرع نسيت افتحه، يقطع ابو فقدان الشغف. فقلت خلاص بصور اليوم فلوج واريكم الدرع حقي بس. بس يعني فهذا الفلوج غير مخطط له، فيعني هبت بهبت زي باقي المقاطع. صايره تجيني كوبي رايتس على مقاطعي أكثر من مقطع بصراحة، ولا أدري ليش. يعني أنا ما أستخدم ميوزك عليه حقوق ولا أسوي شيء يعني فيها كوبي رايت، يعني كل المحتوى حقي خاص فيني، فما أدري ليه. ساعات أقول يمكن عشان أصور وأنا أسوق، بس ما أحس. فإذا تعرفون ليش يجيني الكوبي رايت اكتبوا لي الأسباب تحت، عشان قهرني مرة، قهرني كل شوي يتبند المقطع حقي. هاي ماما، مرتاح؟ كل شيء تمام؟ ايه تمام. اوكي يلا استنى الاشارة تفتح. وصلنا لوجهتنا الاولى. تبي تنزل ولا مالك خلق يا بابا؟ مالك خلق انزل حالي احسن، صح؟ خلاص انا بنزل حالي. عندي درع وناسه وناسه وناسه. يلا خلنا ننزل بس اخزيها، في حد يطالعني وانا اصرخ. ولي فشلت. اول شيء اكيد اخذت عربة، هذا المكان مرة زحمة. هذا ارقصوص بس كريم، احطه على يدين بعد النوم، مره احبه، كلمتكم عنه بسناب كثير.
دخلت بعد ميك اب ريموفر يعني فجأة يخلص عندي صراحة بعدين سبرايز ما عندي واحد راح أشحذ من خواتي لأني أجي للمكان مليون مرة بس مرة مضيع الأشياء كل شوي جالسة أدور من نفس المكان وأناظر نفس الأشياء بس الأشياء اللي بيها ما لقيتها فبدور زيادة بس صراحة زحمة المحل مرة زحمة أنا ما أدري يا الله الداش كام حقتي مو يا جماعة كل ما أركب السيارة تتكلم خلاص اسكتي صراحة ما أدري متى بوقف عنف مع بيبان سيارتي مو طبيعي أنا كنت أحسب يعني أوكي أنا داري إن الموضوع يعني أنا عنيفة شوي بس كل ما أحد يشوفني أسكر ينصدم فتأكدت تمام إن أنا مرة عنيفة بس شو أسوي السيارة ما فيها شفط إذا قفلت الباب شوي لأن الباب ثقيل ما يتقفل ولا ينشفط إيه خلاص عرفته إيه يلا حبيبتي مع السلامة باي باي ماما شافت سناباتي وقالت تبغى أغراض فرح أرجع أنزل أشتري اللي تبيه وأجيكم أهلاً أنا خلصت اشتريت اللي تبيه ماما والحين الساعة بتصير 6 وجالسة أفكر أخذ ماتشو وأسحب على البنات يعني مو بسحب عليهم بس بسبقهم بشرب لي شوط إذا جو بشرب شوط ثاني وصلنا لأوكاوا بس باخذ الشوط وراي سكرت سيارة هنا طيب المهم باخذ يا اخي والله اني مالي ما ادري اخذ درعي ولا لا بس احس لا اقعد استاهل شو تتاخر اللي يتاخر ما يجي شو لما تاخر ما جاني ما انه مسكين والله ما له دخل الشحن يعني بس يلا بختري مع نفسي ما احتاج اي دروع معاي ولا لاين ما شاء الله تبارك الله زحمه لاين والله برا جالسة أصف اللاين يا ربي حر مستحيل أتحمل أقعد هذا الجو أخيرا دخلت مع الحر برا حر دخلت وطلعت وريكم جو البنات بعد ما خلصت الماتشا حقي والبان كيك وكل شيء جو طلبوا الغيورات شوفوني عندي ماتشا قبل لازم نشرب ماتشا وبعدين باخذ شوط ثاني معهم الحين بعدين بروح البيت بروح الحين البيت اخذت البنات بروح سيارتين فانا بروح الحين وهم بيلحقوني بسياره ثانيه شكلي احترف التصوير حياك حبيبتي خذي جلسه اصب لي تخيل اول ما وصلنا البيت فسخنا عباياتنا اكتشفنا انه كلنا مطقمين كلنا لابسين جينز نفس اللون تيشيرت ابيض تيشيرت ابيض لا جاء الاكل طالبين عشاء حطوا هنا الله يعافيك شكرا الحين انا اسوي حساب اوف ثقيل يا الله يمي يمي قررنا نشوف مسلسل بما انه ما جانا النوم فجلست اشوف هذا المسلسل الحلقة الاولى اسمه ماذا لو احببت كثيرا مسلسل تركي طبعا انا عارف اني بندم بكرة لاني لازم اصحى الصباح عندي شغل يلا حبايبي شوفوا الطريق باي باي انتبهوا صباح الخير مفقع نوم والله امس اول ما راح البنات شفت لي فيلم شوي حتى ما كملت ولا ربع الفيلم على طول مو فيلم مسلسل فالحين صاحية وقلت بتنشط وبروح للنادي كلمت البنات والبنات قالوا بروحوا للنادي بعد صاحين فبروح مع بعض فبس والله أنا مرة مفقعة
أحس إني مرهقة مرة هالأسبوع بشكل ما تتصورون. طول الأيام جالسة أقوم بدري عشان عندي شغل، وأنا متأخر، فأحس إني أحتاج ليوم كذا أسدد فيه كل الأيام اللي ما نمت فيها زين. المهم خلينا نطلع، أنا صراحة مشتاقة قهوة وأبي شيء كذا مرة يصحصح. مو قادرة، الكلمات مو جالسة تطلع يا ربي. اليوم عندي ليكس داي، صدق انا مرة اكره الليكس داي، يعني كل الايام عندي تهون الا ذا اليوم، يا الله. وانا توني داخلة على اوزان جديدة، فمرة تثقل اروح النادي صراحة باليوم، فاشوى اني مو لحالي، وانه ايه اني مو لحالي بالنادي. انا ترى مخي للحين نايم، ما ادري ايش قاعد اقول، ما ادري شلون جالسة اسوي اركب الكلمات وتكون مع بعض. خل نروح بس البنات طالعين قبلي، يعني متأخرة شوي. أنا وصلت، ومبدئيا الشمس حارة، يعني أكيد الشمس حارة، وش متصورة البنات؟ عترف هزمتوني صراحة، واصلين بدري ما شاء الله. الصحية سارة، وريني ساندويتش. ما شاء الله، ما في ساندويتش انتي؟ لا ما في. خلصتوا؟ ما شاء الله عليك. طلبت قهوة، طلبتوا بنات ساندويتش ولا بس قهوة؟ لا بس ساندويتش. ايه ما شاء الله صحية، عشان البنات جايبين الفطور معاهم من البيت. خذوني انا، مين يسوي لي ساندويتش طيب؟ الله شوف الكوب مرة حلو. طبعا هذا الانيفرسري حقهم، لهم سنة فاتحين ما شاء الله، يسرع الدنيا. اتذكر جيتهم اول ما فتحوا. اخذنا القهوة والحين بنروح النادي. ما شاء الله اهداء السسارة سنانة. يلا وصلنا، والشيخة وصلت. هذا احنا ماشيين قبله، داعسه بالباركينج، شوي تصدم بالصب اللي قدام. انتي لك داي؟ كلنا لك، الا اسير بس. ما تتطوعين تسوين لك معنا؟ احسن تفرين علينا الاجهزه. انا اللي بيهرب منكم، فقلت لها اعتذركم كلكم كبار، اصير لازم اعتذركم اخر شيء. شرق من السهل، اي حد يقدر يخمن. ليتس جو. اصبروا، هذول اغراض مين؟ طيب خذوا اغراضكم. خذوا اغراضكم. هذا حقي؟ لا لا ما حقي، هذا حقي. اخذنا الحمل شوي وبعدين عندنا ليتس. انا ما ادري وش الاجهزه اللي بتضفنا كلنا، عددنا مره كبير. بس اشوى ان النادي فاضي صراحه. أنا أحب دايماً أتمرن بدون شوز سكول، أحس إني صدق أستهدف العضلات أكثر، أحس فيها أكثر. يعني أعرفكم على أخلص تمرين ممكن تسوونه للأرجل. أوف، ياهو متعب، ياهو مقرف، ياهو ما أحبه مرة، بس إنه مرة مهم. عاد الهيب ثروست أحد التمارين المفضلة عندي. أمزح. في شيء إذا جيت أطلع من البيسمنت، زي المطبة، ما أدري وشو الزبدة، إنه يجرح، مو يجرح، يشخط السيارة من تحت، عرفتوا؟ عشان أنا سيارتي نازلة، وكل مرة نفس أطيح بنفس، وش في ذا؟ كل مرة أطيح بنفس وش اسمه، نفس الحركة الخايسة هذه. والمشكلة ما أقدر أوقف فوق، حر مرة، لازم بيسمنت. فيطلع صوت، أحس ضميري جالس يأنبني، أنا آسفة، قلت أنا آسف لك يا سيارتي. شوفوا، ما أدري سمعت ولا لا. المهم إنه هذا الشيء قهرني صراحة، كل ما جيت أنزل من البيسمنت أو أطلع من البيسمنت يحك سيارة من تحت، يقهر. مرة ثانية إن شاء الله بكلم حق النادي وأقول لهم
يسوون يشوفوا الصرفة، ما أدري أصلا لهم دخلوا ولا لا. فيني نوم شوي لأني صاحي بدري وأنا نايمة متأخر أمس، بس ماسكة نفسي لأني أدري إذا أخذت لو غفوة كذا وربع ساعة وحطيت منبه بيصير زي دائما. وصدق عندي مرة أشغال اليوم، فما في أي مجال إني أنام بالغلط أبدا، فعشان كذا شكلي بقوم أخذ شاور سريع وأخلص كم شغلة. وفي مسلسل أمس اللي صورته لكم صراحة عجبني، ما كملت الحلقة الأولى لسه، فشكلي بلاهي نفسي فيه وبسوي لي أكل صحي واضح لين يجي العصر كذا تخف الشمس وأطلع أخلص أشغالي. جالسة أشوف باليوتيوب توتوريال وشلون توتوريال أقصد طريقة تشغيل المايك هذا. تخيلوا من اشتريتهم طول الوقت أشحنهم 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 بس مو راضين ينفتحون، مو راضين يطلع، هذه اللمبة مو راضية. إذا فصلت عنهم الشاحن أحاول أشبكهم أفتحهم ما ينفتحون، ما أدري وش المشكلة. فجالسة أشوف مقاطع يعني أحاول إني أشبكها بالكاميرا عشان يكون صوتي واضح. يعني صراحة أنا ما أدري يعني من شوية بالكاميرا وأنا وضعينا جست كل شوية تطلع لي مشكلة طفشت. بعد محاولات دامت إلى مليون سنة ما أدري كم صراحة ياي اشتغل، تسمعين صوتي الحين؟ بس إنه زي ما قلت لكم بس وأنا شابكته بالسلك يعني بس وهو بالشاحن يشتغل. إذا فصلته من الشاحن ما يشتغل، ما أدري وش المشكلة، كأنه ما يشحن. طب ليه ما يشحن وأنا شابكته بالشاحن يشحن؟ ليش ما تشحن أنت؟ ليه؟ أكل شوكليت، مشكلة أني طالع من النادي قسم بالله العزيمة والإصرار صفر لازم الواحد يكافئ نفسه يا أخي. تدري شو يضحك؟ أنا صار لي من 2018 بالنادي أروح النادي، يعني 5 سنين بدخل على السنة السادسة. طيب يعني كل سنة ممكن أقطع شهر شهرين بالكثير إذا سافرت كذا يعني صاملة، غير إني كنت أحوس بالبداية وكان عندي جدول تمرين معين كنت أمطرس شوي. بس تخيلوا إلى يومكم عشاني أنا مو مرة صاملة بأكلي وصدقني ما أهتم مرة، فالنتائج تصير بطيئة. يعني هو في نتائج الحمد لله، يعني 5 سنين ترى مو شوية بس مرة بطيئة، وصدقني ما أهمني يعني، لأن مو طبيعي شلون جالسة أخبص بأكلي. تخيلوا ما أكمل الكالوريز حقتي ولا أكل بروتين كثير وأكل شوكليت وسكريات. الله ما علينا خلف المسلسل بس وايد أرجع تجهزت والحين بختار عباية. اليوم بلبس عباية سوداء لأني بطلع مع شاهد بالليل، ومحلفتني ألبس أسود أو أصفر لأنه في مباراة اليوم بين الاتحاد والهلال، وتقولي يا ويلك تلبسين أزرق، ألبسي أصفر أو أسود. طبعا أنا ما عندي شخصية أنا ما أشجع، فقلت يلا بلبس عشان شهودة. بس أني شكلي بلبس هذي طبعا نهاية الأولى أحسن تحت بالدسكريبشن بحط لكم كل عباياتي اللي لبستهم بالفلوغ هذا من وين. هذاني بطلع الحين، عندي شغلة بس كده سريعة بخلصها، ويب سريعة والله بخلصها وبعدين بروح أشوف شاهد. Start on your smartphone. Connect to a Wi-Fi network. The screen starts with. تخيلوا إني كل يوم كده كل ما ركبت سيارة المزعجة هذه تتكلم تقعد ساعتين كم 3 سطور. لا 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 خلاص صدق الكاميرا مرة حلوة بس مزعجة مرة مزعجة. أهلا رجعت البيت لأنه شاهد سحبت علي. أي نعم صحيح، هذا لبست لها أسود ومطقمت لها اللي تبيه ومختارة بعناية. تخيلوا ما ترد علي، يوم ردت قلت معليش تاني صاحية، ما علي بمشيها لها وبعاقبها بعدين إن شاء الله. المهم أول ما رجعت البيت لقيت شحنة شيئين وصلتني، فقلت ليش ما أصبروا خلني أصور لكم زين، أنا ما أدري صراحة. فقلت ليش ما أفتح الشحنة معاكم، فأنا نسيت وش طالبت تقول، حتى ما أدري متى طلبت، فخلنا نشوف وش جاء. طيب مبدئيا ما أدري ذكرت هذا حق التخزين حق الدوليب، عرفتوا اللي تحطون فيه ملابس او ابوريك مشاف. شوفوا اوف ايش في سوى زوم، شوفوا زي هذا اللي فوق عرفتوا، انا ما اخذته هذا من ايكيا بس انه طلبت زياده من شيء يعني.
لأن ما كف اللي عندي، فقلت بجرب حقات شي إن ما أدري شو طلبت. طيب وش بعد طلبت؟ هذا شو جينز شوفها. ثبت الكاميرا وحسيت إنه كذا أوضح. ما عليكم الحوسة. طيب نشوف الجينز هذا. أنا وش مشكلتي مع الجينزات دايماً؟ إذا اشتريت أي جينز على مقاسي يصير بالخصر واسع، ما أدري شلون هم مسوين الجينزات، فمرة نادر ألقى جينز على مقاسي مرة، حتى لو وديت الخياط وخيطته من فوق يصير حوسة، ما أدري شلون أشرح لكم، يعني ما أدري شلون يصير حوسة مو حلو مو فت. فشفت هذا تعليقات كثير، يعني شفت بالتيك توك صراحة واحدة مسوي مقطع وحاط الرقم حق القطعة وتمدحها مرة تقول إنها فت على الجسم، فأخذت وأنا ما أدري صراحة بأجربه وأشوف. طبعاً بحط لكم الأكواد كل شيء تحت بالدسكريبشن لأني ما أعرف أحطها بالشاشة، البرنامج اللي أسوي فيه مونتاج لسه مو متعود عليه يعني. فكل يوم حطيت كلام فجأة قدين كذا كأنه سينمائي، ما أدري شلون كأنه تصميم لحجي مرة يعني مش سوي ما أعرف. طيب شيء ثاني طلبت هذولي، هذولي قسامات اللي يجون جوا الدواليب، عرفتوا اللي تحطون فيها ميك اب، تحطون فيها ربطات شعر، أي شيء. كم طلبت واحدة؟ أنا أتوقع إني طالبة طلبت ثنتين لأن أوريدي عندي أنا شارية، بس هذولي للمناكير حسيت إنه ما كفوني. وش هاي؟ واضح انه في شيء هنا بس ما ادري وشو، حاطينه بفلينة كذا. يا ويلي وسخت الدنيا، اصبروا. شوف وش طلب، ترارارا. اوف شوف اللون طب على يدي، الصراحة ما ادري وشو هذا بس شفته برضو بتيك توك. اوف ترى تيك توك مرة يأثر علي من ناحية الأشياء، أول ما أشوف شيء على طول أطلب. هذا أحط فيه أي شيء، تحطون فيه شموع، تحطون فيه مفاتيح، تحطون فيه إكسسواراتكم مثلا اللي دائما تلبسونها تحطونها كذا فوق الطاولة، تصير زي القاعدة للأشياء، عرفتوا؟ بس إنه ما أدري ليه، شوفوا شلون. ما أدري صراحة ليش كذا مسخ الدنيا، أحس إني توسخت الصراحة، وسخني مرة مرة وسخني، بس عادي سنكمل. طيب الشيء اللي بعده طلبت هذا، هذا حق هذا السيتس الصغيرة تحطون فيها الأشياء لما تسافرون، يعني تكون تخزن لكم مساحة بالشنطة، ما يعني بدل ما تاخذون برودكتس مرة كثير بالسفر تحطونها بالعلب هذا، أكيد كلكم تعرفونها، أحبها مرة صراحة الأشياء هاي، بس مشكلتها ما تكفي كل شيء وبعض الأشياء ما تنقل فيها، عرفتوا؟ بس يعني بعض الاستخدامات. أخذت هذه حقت اللي تعلقونها بالجدار حق الحمام مثلا وتحطون فيها بعض الأشياء، تحطون المعجون، فرشة الأسنان والأشياء اللي كذا، طبعا تتلصق زي الربلة، زي يعني ما تحتاج مسمار ولا شيء، زي الستيكر أو الربلة تلزق كذا بالجدار. هذا بعد جينز ثاني، واضح إني صاملة أبغى جينز على مقاسي. اوه مرة وسيع، انا ما احب مرة لو ساعة كذا اللي اجسمونه فلير او وشو الزبدة بقيسهم بعدين. بعد اخذت هذا شو اوكي هذا خلنا افتحه وليكم، مرة كيوت هذا حق المنديل، عرفتوه؟ بس كنا صغير اصغر من الصورة كذا، تحطون جوات المنديل. طبعا ما اتوقع عندكم تحطون المنديل بقرطاسته او بكيسته، لازم تشيلونه يعني وتحطونه من جوا وتطلعونه من هنا. حلو بس حجمه صغير صراحه. ايش بعد طلبت؟ اي طلبت هذولي يصغرون الجينزات من فوق او البلاطيه اذا كانت وسيعه عليكم او تنانير او اي شيء تحطونه يصير وسيع عليكم، تستخدمون هذه القطع وتذوقونه. ما ادري شلون بحط لكم رقمها تحت بالصندوق الوصف او بالدسكربشن، ما ادري شو اسمه الزبده، تشوفوه وتفهمون لانه بالصوره مره واضح. طب اخر شيء بوكس، بس ما ادري وشو، ما
ادري يعني شلون اسوي اشطربت يا الله اقسم بالله فقدان الشغف عندي ما عاد ادري اشطربت وناسي ولا يخلق افتح الشحنات دقيقه بجيب مقص واجي بعض الشحنات صراحه صعب مره فتحها تكسر الاظافر ذكرت وشو اصبر شيء مره حلو اصبر ايش رايكم هذه الصينية عرفتوها خلني اشيل قطاسة منها هذه تحطوا فيها عطور تحطون فيها اشياءكم بالتسريح وكذا انا عندي واحدة العطوري بس ما تكفي صراحة فاشتريت واحدة ثانية ان شاء الله انها نفس الشكل بوريكم الحين فمرة حلوة صراحة برضو هذه بحط لكم رقمها في منها اشكال والوان عندهم بس والله خلصت شحنتي شوفوا هذه القطعة طلعت شوي تختلف مو شوي كثير تختلف عن حقتي اللي اريدي موجودة بس عادي كلهم نفس اللون يعني حتى لو شكل مختلف بس صارت حلوة صراحة بس ليتهم طقم وهذه حقت القسامات حقت المانيكير طبعا انا كابة نص مانيكيراتي لانهم شفوا بس مرة حلوة تصلح للميك اب بس انا اريد عندي اشياء للميك اب شوفوا هذه حقت المنديل بس ما تشيل شيء كثير يعني انا حاطة فيها ربع او اكثر من ربع علبة منديل وبس والله هنا بنهي الفلوغ ان شاء الله تكون انبسطتوا واستانستوا وكان فلوغ خفيف لطيف عليكم لا تنسوا تسوي لي لايك وشير وسبسكرايب اذا ما انتم مسويين سبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يجيكم نوتيفيكيشن كل ما انزل مقطع وبعد اكتبوا لي تحت كومنت وش رايكم بالمقطع وايش تبوني اصور بمقاطع ثانية لاني طفرت صراحة من الافكار وبس والله أشوفكم إن شاء الله بالمقاطع الثانية باي